بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. قال رحمه الله تعالى: عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء، إلى آخره. هذا هو الحديث الثاني من الحديث التي أوردها المصنف رحمه الله في باب الأذان. الحديث الأول مر معنا في حديث أنس في قوله صلى الله عليه وسلم في قوله: قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أما هذا الحديث فهو حديث أبي جحيفة. أبو جحيفة هذا من الصحابة، أدرك النبي صغيرا وهو صغير، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وأبو جحيفة لم يبلغ أو لم يصل إلى حد البلوغ، ولكنه له صحبة لا شك طبعا، وهو يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما سوف نبين إن شاء الله. قال عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم. القبة بناء يشبه الخيمة، قبة لكنها من أدم، يقال أدم ويقال أدم، والأدم جمع أديم، والأديم هو الجلد، الأديم هو الجلد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نصبه له قبة يعني أشبه الخيمة لكنها من جلد. أحيانا الخيمة قد تكون من قماش ولا من غزل، وقد تكون أيضا من خوص من جريد، لكن هذه من أدم أو أدم، جمع بضم الهمزة وبفتحها، وهي جمع ومفردها أديم، الأديم هو الجلد. قبة له حمراء من أدم. قال: فخرج بلال بوضوء، بمعنى أن بلال رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي داخل القبة، النبي عليه الصلاة والسلام داخل
القبة، فخرج معه بوضوء يعني بماء. الوضوء بفتح الواو هو الماء، والوضوء بضمها هو الفعل. الوضوء هو الفعل يعني التوضئ، هو التوضئ، بينما الوضوء هو الماء. قال فخرج بلال بوضوء يعني بقية ما توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج به للناس. ولهذا قال فمن ناضح ونائل، يعني أن الصحابة اجتمعوا ليتبركوا ببقية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ناضح يعني يأخذ بنفسه من الإناء، ومن نائل يعني لم يتمكن من الأخذ من الإناء، إنما صار يأخذ من يد صاحبه. الذي لم يتمكن من الوصول للإناء ويأخذ ما شاء منه صار يأخذ من يد صاحبه، هذا هو النائل. الناضح الذي يأخذ مباشرة من الإناء، والنائل الذي يأخذ من الآخذ، يأخذ من الآخذ. ولا شك أن هذا طبعا هم هذا من التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة يتبركون بآثاره عليه الصلاة والسلام، بشعره، حتى أنه لما حلق في الحج وزع النبي شعره عليهم عليه الصلاة والسلام، بل حتى أنه إذا خرج من النخامة تقاتلوا عليها. وكان في الحديبية كذلك أيضا، كانوا أيضا يتبادرون لأخذ بقية الماء الذي من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه مشروع في حق النبي صلى الله عليه وسلم. الشارح رحمه الله ابن دقيق العيد كتاب في شرحه لهذا الحديث يقول يؤخذ من الحديث التماس البركة بما لابسه الصالحون بملابسته، فإنه ورد في الوضوء الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ويعدى بالمعنى إلى سائر ما يلابسه الصالحون. إذن الشيخ الشارح رحمه الله وبعض أهل العلم يرون التبرك بالصالحين. التبرك بالصالحين له معنيان، يعني بمعنى فيه عندنا بركة معنوية وبركة ذاتية. معنوية يعني لصلاحه وتلمس دعائه، وهذا لا شك فيه أن الصالحين والأخيار وأهل الفضل والصلاح والعبادة والتقى لا شك أنهم مباركون ويتبرك بدعائهم وطلب دعائهم، فهذه بركة معنوية، هذه لا إشكال فيها. مثلا إنسان معروف الصلاح والفضل والعلم، فتذهب إليه تطلب منه أن يدعو لك، أو أن ينفث عليك أيضا يقرأ عليك، أو تذهب بمريض له سواء كان صغيرا أو كبيرا وتطلب منه أن يقرأ عليه أو ينفث عليه، هذا لا إشكال فيه. أما البركة الذاتية يعني من جسمه من يده، لا، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يتبركون ولا شك أن هذا ثابت، وهذا لا إشكال فيه.
بل بقي شيء من آثاره واستمر إلى جيل جيلين ثلاثة، حتى إن أم سلمة كان عندها بعض شعارات في وضعتها في جلجل وكانت تتبرك بها، حتى يقول الراوي أخرجتها لنا فإذا حمراء. وحتى البردة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها كان الخلفاء يلبسونها إلى يمكن 200 سنة حتى انتهت. فهذا لا إشكال فيه، التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا 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 إشكال فيه، وهذا يعني متفق عليه المسلمون. لكن التبرك بغيره لا. لماذا؟ أولا لم ينقل أبدا أن الصحابة تبرك بعضهم ببعض، ولا شك أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، وأفضلهم المهاجرون والأنصار، وأفضلهم العشرة المبشرون، وأفضلهم الخلفاء الراشدون. لم ينقل حرف واحد أنهم كانوا يتبركون بأبي بكر أو بعمر أو بعلي أو بعثمان أبدا، ولم كانوا لا يتمسحون بهم ولا آثارهم ولا بآثارهم ولا بأثر وضوهم ولا بلباسهم ولا أبدا، ولا ينقل ولا حرف واحد. ومن بعدهم ما كانوا يتبركون بذواتهم، لكن معنويا نعم، كما قال في قصة الإفك، في قصة الإفك كما تعلمون أنها حينما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم يبحثون عن العق ثم قل الماء فنزلت آية التيمم، فقال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فهذه بركة معنوية، بركة معنوية، فالصالحون فيه بركة، لكن ليست بركة ذاتية بلباسهم أو بشعرهم أو بريقهم أو بنفثهم، لا لا، نفثهم والريق تلاوه ما يخالف أن يعني يقرأ عليه ينفث عليه، لكن ريقه يأخذه يتمسح به هذا لا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فبركته معنوية وذاتية، أما غيره فلا. ولهذا يقول الشيخ هنا يؤخذ من الحديث التماس البركة بما لبسه الصالحون، هذا لأنه قال ويعدى بالمعنى يعني بالعلة، لا ما يعدى. النبي في هذا عليه الصلاة والسلام لا يقاس عليه، لا يقاس عليه، وهو يقول رحمه الله الشيخ ويعدى بالمعنى إلى سائر، لا هذا غير صحيح، بمعنى يعني بالعلة، المعنى هنا بمعنى العلة أو بالقياس، هنا بالمعنى بمعنى العلة أو بمعنى القياس، وهذا غير سديد، لا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا خاص به. أما البركة المعنوية نعم كما قلنا في الدعاء إلى آخره. المقصود أن أيضا هذا الحديث يدل على عظم تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس كأنهم كانوا يعظمونه وهو محق التعظيم عليه الصلاة والسلام، وكانوا يعني يعرفون مقامه عليه الصلاة والسلام. قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء. قلنا لكم في أكثر من مناسبة أنه لم تحفظ سيرة كما حفظت سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عموما تاريخ الإسلام كله، تاريخ الإسلام كتب كتابة عجيبة، ما في أمة من الأمم كتبت كما كتب المسلمون أبدا، لا الهنود ولا الصينيون ولا الفرس ولا الروم أبدا، ما كتبوا تاريخهم وأحوالهم وتراثهم كما كتب المسلمون. وهذا لا شك طبعا، أولا محمد صلى الله عليه وسلم هو الخاتم، ودينه هو الخاتم، لا نبي بعده ولا دين بعده،
ولهذا هيأ الله عز وجل لهذه الأمة أن تكتب تاريخها كتابة دقيقة دقيقة منتهى الدقة، سواء في التاريخ، في التفسير، في الحديث، في التوحيد، في علوم الحديث، في الفقه، في علوم الفقه، في علوم الحديث، في كل أنواع الفنون كتبت بدقة. الرجال في طبقاتهم وتراجمهم، لا يوجد أبدا أمة كتبت تاريخها بهذه الدقة. يعني منذ ظهر الإسلام إلى اليوم، ولا سيما العصور الأولى، كتبت بدقة عجيبة تاريخ الصحابة وما بعد الصحابة والتابعون والتدوين بشكل ما ومنضبط ومضبوط ودقيق. يأتي في القمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فسيرته حفظت ما لا يحفظ سيرة رجل في الدنيا، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. أولا القرآن حفظ كثيرا جدا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة بدقة. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمرنا أن نقتدي به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولكي نقتدي به حفظ لنا حياته وسيرته وأحواله في بيته، في سوقه، مع أصحابه، في حضره، في سفره، في صحته، في مرضه، في جميع في أحواله كلها، حتى نقلوا لنا اضطراب لحيته في الصلاة. وحتى قال أبو هريرة يسألهم ماذا تقول في 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 أراك سكتت في التكبير بين التكبير وبين قراءة الفاتحة الجهرية، ما تركوا شيئا. وحتى نقول له حتى طريقة قضاء الحاجة، حتى قال سلمان الفارسي بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم حتى أحكام القراءة. بعض المسعود يقول ما ترك لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شيء إلا وذكر لنا منه علما، أو ما طائر يقلب جناحه إلا وذكر لنا منه علما. فكل هذا محفوظ حتى نقتدي به وحتى تقوم الحجة علينا، لأن ما دام أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي به حفظ لنا سيرته وحياته وشأنه كله. منها هنا يقول وعليه حلة حمراء، حتى ذكرنا لباسه في تلك الحالة وفي تلك الصورة. قال فخرج النبي، يعني من القبة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء. الحلة ما يقال حلة إلا إذا كانت جزئين قطعتين، إزار ورداء أو قميص وسراويل، أو فما يسمى حلة إلا إذا كانت من جزئين، وغالبا يصير لونها واحد. القطعتين التي لبس الإنسان إذا كان لونها واحد سمى حلة. وبعضهم قال إنها أيضا حلة حمراء وتكون مبطنة، بمعنى قال يكون القميص يكون مبطن، بمعنى أنه ليس طبقة واحدة، وقد تكون أكثر من طبقة. المقصود أن أبا جحيفة يذكر لنا في تلك الصورة اللباس الذي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وعليه حلة حمراء. طبعا هو يعني جاء النهي عن لبس الأحمر أو المياثر الحمراء، وهنا يقول الراوي إن النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء. فبعضهم قال إن هذا يدل على الجواز
أن لبس الجواز، وبعضهم قال لا، أنها ليست حمراء خالصة وإنما معلمة. وهذا هو الذي رجحه جمع من المحققين ومنهم ابن القيم، ويبدو هذا هو الأرجح، أنها لم تكن حمراء خالصة وإنما كانت بمعنى معلمة، في يعني خطوط حمراء ومخلوطة بغير الأحمر، بمعنى أنها ليست حمراء خالصة أو حمراء يعني قانية، إنما مخططة ونحو ذلك. قال: وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، بمعنى وأيضا هذا من دقة النقل في تجسيد شخصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لنا. فقد يكون الإزار قصير، وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم شمر عن ساقه حتى بدت ساقه، ولهذا قال: أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ، بمعنى أنه خرج يتوضأ وظهرت ساقه. وهذا يدل على جواز انكشاف الساقين، وأنها ليست مما يستر، إنما ستر الفخذ، الفخذ هو الذي ينبغي ستره، أما الساق فلا مانع من ظهوره. قال: كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: فتوضأ، بمعنى أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. طبعا وضوء النبي نقل لنا ومر معنا فيما سبق في حديث عثمان وفي وغيره، نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومر معنا فيما سبق. وهذا أيضا يدل على دقة ما نقل من سيرته ومن أحواله عليه الصلاة والسلام. لكن هنا الحديث أورده لبيان الأذان. قال: فتوضأ وأذن بلال. طبعا الوقت الذي أو الحالة هذه حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح، يعني قد انتهى من الحج وذهب من الأبطح وسوف يتوجه المدينة. الأبطح هو الذي بين ميناء ومكة، بين ميناء ومكة، وهو المنزل الذي نزله النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يسافر بعدما فرغ من الحج عليه الصلاة والسلام، جلس في الأبطح أو محصب. ولهذا بعض العلماء يرون سنة التحصيب، سنة وأظنها الشافعي رحمه الله، تحصيب اللي هو بعد ما ينتهي من منى يجلس في المحصب ومحل أبطح يوم يومين، ولكن العلماء الآخرون يقول لا، إنما هذا صدفة أو مصادفة، الرسول صار في طريقه فجلس، قد يكون ينتظر بعض أصحابه أو يتهيأ أصحابه حتى يتحركون جميعا، فهو كان في الأبطح. هذه الصورة التي ينقلها أبو جحيفة رضي الله عنه، هو كان النبي في الأبطح متهيئ ليسافر إلى المدينة بعد قضاء الحج. وأذن بلال. أيضا استنبط العلماء من هذا أنه مشروعية الأذان في السفر، الأذان في السفر، ولا شك طبعا أنه مشروع، وحتى بعضهم يرى وجوبه، الإنسان إذا كان مسافر يؤذن، وينبغي أن يؤذن، أولا كما قلنا أنه من شعائر الإسلام، والأمر الثاني أن المؤذن إذا أذن يعني له أجر بقدر ما بلغ صوته، وما من حجر ولا مدر إلا وشهد له. فيا أخوان، إذا كنتم في السفر اجتهدوا أن تؤذنوا لصلواتكم، إذا حان وقت الصلاة فأذنوا. الرسول أمر الملك بن الحويرث أنه إذا في السفر أن يؤذن، وليؤذنكم أحدكما ولأمكما أكبركما. فينبغي أن، وأيضا إذا كنت في بادية وعند غنمك فأذن،
فينبغي أن يؤذي الإنسان مشروع، وبعضهم يرى وجوبه. وأذن بلال قال، وهذا هو الشاهد، قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا، يقول حي على الصلاة حي يا فلاح، بمعنى أن الراوي أبو جحيفة يقول رأيت بلالا وهو يؤذن أتتبع فمه، فاه يعني فمه، وهو يميل يمين يميل شمال. طبعا اليمين لا يميل يمين ولا شمال إلا في حال الحيعلة، وهو حينما يبلغ المؤذن حي على الصلاة حي فلاح. أما الله أكبر وجه الله هذه لا، وجهه قبلة ما يلتفت، المؤذن حينما يؤذن لا يلتفت إلا إذا بلغ الحيعلة، فيقول حي على الصلاة يمين وحي الفلاح يسار. أو طبعا اختلفوا في الصورة، هل يقول حي على الفلاح حي على الصلاة مرة يمين وحي على الصلاة الثانية شمال، أو حي على الصلاة كلها يمين وحي على الفلاح كلها شمال؟ الأمر في هذا واسع على كل حال، الأمر في هذا واسع. لكن أبا جحيفة يقول فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يعني يمين وشمال يمينا وشمال، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. سيأتي معنا إن شاء الله في الحديث بعد هذا الكلام على ما يقوله المؤذن، ما يقوله السامع حين أقول مثل ما يقول، سوف نتكلم عن هذا إن شاء الله، وعن الحيعلة وعن يعني الحوقلة في الحديث اللي بعد هذا إن شاء الله. قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا. أيضا قال العلماء هل المؤذن حينما يلتفت هل يلتفت برأسه فقط أو بجسده كله؟ حينما يلتفت ليقول حي على الصلاة هل يلتفت بكل جسده أو قدماه ثابتتان ويحرك فقط رأسه ورقبته؟ أيضا الأمر في هذا واسع، إن حرك بدنه كله فإن شاء الله لا حرج، وإن ثبت قدميه وحرك رأسه فالأمر في هذا واسع. هنا لم يبين الراوي، هنا لم يبين، إنما قال تتبع فاه ورأسه هو الذي تحرك، وسكت عن بقية بدنه. قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة. فيبدو يعني كان قد يفهم من يمينا وشمالا أنه يقول حي على الصلاة يمين وحي على الصلاة شمال، يعني مرة يمين ومرة شمال، حي على الفلاح مرة يمين ومرة شمال، والأمر في هذا واسع كما قلنا. تأتي قضية الآن، طبعا كان أول في المنارة يؤذن أو يؤذن في مكان مرتفع من أجل أن يبلغ الصوت، كما تعلمون كان في المنارة يكون فيها غالبا مثل الشرفة وقد يكون أعلاها كذلك، والإمام المؤذن يصعد إليها ويرفع صوته يؤذن حتى يبلغ صوته أبعد ما يمكن لأهل البلدة أو أهل الحي والقرية، ويلتفت يمين وشمال من أجل أن يبلغ الصوت مسافة أكبر ويبلغ الناس. الآن لا، الآن يؤذن داخل المسجد بمكبرات الصوت، بمكبرات، وهذه نعمة لا شك، طبعا نعمة وجود المكبرات نعمة، ويعني وتوظيف لا شك أنه الحمد لله حسن وحميد. لكن هل يلتفت ولا يلتفت؟ المؤذن أمامه مكبر الصوت، هو لا شك إذا كان، إذا قلنا إن الالتفات معلل من أجل أن يبلغ الصوت
خاصة مع المنارة مثلا أو مكان مرتفع. الآن ما المكبر أبلغ، فإذا قلنا أنه معلل إذا لا يلتفت، ما يحتاج يلتفت. إذا قلنا لا أنها من سنن الأذان فيلتفت، لكن التفاتا لا يؤثر على الصوت، لا يضعف، لأنه قد التفت وهو وفمه في المكبر. فإن قلنا إن الالتفات من سنن الأذان فيلتفت ولو كان معه مكبر، وإذا قلنا لا إن الالتفات هو من أجل بلوغ الصوت، وجاء الآن الحمد لله آلة كبيرة أكثر من صوت الإنسان المجرد، إذن نقول لا يحتاج إلى أن يلتفت. قال فجعلت أتتبع فهو هنا وهنا يقول يمين وشمال حي على الصلاة حي على الفلاح. قال ثم ركزت له عنزة، بمعنى أنه لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء وتهيأ الناس توجهوا لإقامة الصلاة، توجهوا لإقامة الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، فركزت له عنزة. العنزة هي عصا، وغالبا يصير في رأسها رمح أو في رأسها حديدة، هذه العنزة، وقد لا تكون طويلة جدا لكنها طبعا تستعمل لأغراض كثيرة، فهي عندهم يعني غرسها أو غرزها في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، يعني جعلها له سترة، فركزت. وكان غالبا كثيرا ما كان يحمله أنس، يحمل إداه والعنزة. أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل غالبا معه الأداة وجلد في ماء، والعنزة هذه ليضعها في سترة للنبي صلى الله عليه وسلم أو للإمام، وهو يدل على مشروعية السترة. فالإمام والمنفرد ينبغي إذا قام يصلي حتى ولو كانت نافلة أن يضع سترة حتى لا يمر المرء إلا من وراء السترة. والسترة يعني أي شيء يضعه أمامه، بس يكون جسم واضح بحيث أنه يعني المرء ما يمر بين مصلي وسترته، إنما يمر من وراء السترة. وقال الفقهاء إنها تكون قدر على قدر مؤخرة الرحل. طبعا الرحل مثل ما يسمى الشداد اللي يكون على الدابة، كما تعلمون غالبا اللي على الدابة يكون له جزءان، الجزء الأمامي اللي جهة الراكب غالبا يكون عالي، واللي وراء يكون أخفض، والراكب يركب بينهما بين المرتفعين، فالأمامي غالبا يكون مرتفع قليلا، الخلفي أقل، فالخلفي هو الذي يسمونه مؤخرة الرحل، بمعنى ممكن ترتفع ربع متر أو أقل، فتكون هذه يضعها أمامه تكون سترة له. وأي شيء يضعه، لو وضع مثلا علبة معه أو كرتون صغير أو أي شيء أو حتى إناء أو شيء من متاعه أو عصا عنزة، حتى العصا هذا يكفي، مع أن العصا غالبا يكون رفيع يعني بهذا الحجم وهذا الحجم ما مشكلة يكون رفيع، لكن أهم يغرسه أمامه ويكفي. فهنا وضعوا للنبي صلى الله عليه وسلم العنزة تكون سترة، وهذه لا شك أن يستحب أن يضع المصلي سترة، وخاصة إذا كان يعني أمامه
مساحة كبيرة في صحراء مثلا أو مساحة كبيرة، أما إذا كان لا غربه عمود أو دولاب أو جدار يكفي، غالبا الستر يحتاجها إذا كان في مساحة كبيرة والناس ستمر من أمامه، لأن هذا فائدة السترة كما قلنا أنها تمنع المار، والشيء الثاني أيضا ترفع الحرج على المار، حتى يعني إذا كان ما في سترة المار يجد حرج كيف يمر أمام المصلي، فإذا وضعت السترة رفعت الحرج عن المارة. المقصود أنه إذا كان الإنسان أمامه مساحة كبيرة فينبغي أن يضع سترة حتى لا يمر أحد أمامه. وإن كان ذكر الفقهاء أنه إذا لم يضع سترة فإنه في حدود ثلاثة أذرع يمر المار، لكن هذا إحراج للناس، ينبغي أن يضع سترة، وبعضهم يرى وجوبها، بعضهم يرى وجوب السترة. قال: ثم ركزت له عنزة فتقدم، يعني أنه يتقدم ليصلي بهم. بعد ما وضعوا العنزة، لما وضعوا العنزة كأنهم قالوا: هذا مكانك يا رسول الله، يعني هذا محل الإمام. فتقدم وصلى الظهر ركعتين، بمعنى أنهم في سفر، بمعنى أنه صلاها قصرا. قال: ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع المدينة. وإلى حد ما المسافة بين مكة والمدينة في على الإبل قريب 10 أيام، تقريبا 10 أيام، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام وهو يقصر، والذي يقصر هو الرباعية بس، الذي يقصر هي الرباعية، الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب والفجر فلا تقصر، المغرب 3 والفجر 2، لا هذه لا تقصر، اللي يقصر هو الرباعية، الظهر والعصر والعشاء. قال: ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. هذا ما يمكن أن يقال في هذا الموضوع، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.